السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع معنى إن شاء الله وبإذن الله. لا يوجد فرق بقول إن شاء الله وبإذن الله، إنه استعمال ومعنى متقارب. إن شاء الله تعني أن كل شيء سيحدث في المستقبل وهو مقدر ومكتوب عند الله، فإذا شاء الله بشيء وأذن به سيحصل، وإذا لم يشاء فلن يحصل ولا يحدث. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما بإذن الله تعني إذا الشيء أذن الله به فإنه سوف يحصل، وإذا الشيء لم يأذن الله به يستحيل حصوله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل ما تحقق في الماضي إنه تحقق بمشيئة الله تعالى، فإذا أردت فعل شيء في المستقبل قل إن شاء الله، وهذا من باب الأدب مع الله. الإنسان لا يملك في هذه الدنيا إلا ما أراده الله وليس ما أراده الإنسان. فإذا أردت الذهاب إلى الحج قل إني ذاهب إلى الحج السنة القادمة إن شاء الله. وإذا أردت زيارة أحد قل سأزورك يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. لكن في الدعاء كلمة إن شاء الله غير مشروعة بأن تقول اللهم ارحمني واغفر لي إن شاء الله، بل قل اللهم ارحمني واغفر لي وادخلني جنات النعيم.